سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف. اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي بخير؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كي دايرين مع الصهد؟ كي دايره الامور ديالكم؟ كلشي لاباس؟ ايوا اليوم كيف كتشوفوني راني رجعت لكم من جديد باش نقدم لكم واحد الوصفه بارده جدا اللي كتشوفوها معايا، وهي واحد لاكلاص باش يبرد علينا هاد الحراره ديال الصيف هذا. وكيف كتشوفوا تبارك الله الحراره يوما عن يوم كتزيد، وبعض المرات الصراحه هاد الله كيجي ليامات باردين وزوينين. ايوا اليوم بغيت نجدد بكم اللقاء، ونتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يعجبكم وتلايكيو عليه، وطبعا ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم مني دائما الجديد. وتبارك الله عليكم. اولا نبارك لكم العواشر، عواشركم مبروكه باش ما تمنيتو يا ربي بالصحه والهنا وطول العمر لكم ولوليداتكم. ويلا نبداو ونسميو الله ونصليو على نبينا محمد عليه افضل الصلوات والسلام. هنا كيف كتشوفوا معايا خرجت البول من الثلاجه من الفريغو. عندي هنايا المويسات ديال الباتور طبعا باش غادي نعملوا الكلاص. عندي نص سيترون ديال الحليب، هانتوما كيف شفتوا راه باقي هو كان مجمد عندي شي شويه. عندي واحد العلبه ديال لاموس، عفوا ديال الفريز، انا كيعجبني هذا المذاق هذا. كيف كتشوفوا هنايا راه كلها تقطعت ليا يعني لومبالاج ديالها، علاش؟ لان كنت دايرتها حتى هي بيتها في الفريغو وجبتها مقبيله باش تحل شي شويه. عندي واحد الفلون ديال الفريز، عندي شويه ديال لي بيبيت ديال الشوكولا باش نزوق داك لاكلاص، وعندي واحد جوج معالق ونص ديال الحليب بودره باش يصدق لكم البنات لاكلاص هذا ديال شونتي، وحتى هو بالنكهه ديال الفريز. يخص كلشي يكون عندكم في الثلاجه يعني في الفريغو، الماس والبول وايضا حتى هذه كنت دايرها يعني، والحليب طبعا يكون بارد. بسم الله غادي ندير هنايا نفرغ داك الحليب. غادي ندير داك الساشي اللي فتحتو ديال هذا النكهه ديال لاشونتي بالفريز، هذه خاصه بلي كلاص. وكاين ديال لاكريم شونتي هذيك طبعا بوحديتها. صافي غادي نخبط شويه هذا. بسم الله غادي نبدا حتى نخلط حتى ينسجم لي داك الحليب مع البودره، وديك الساعات غادي نزيد الفلون. سمحوا لي البنات علاش تنزيدوا داك، نقول لكم علاش كنزيدوا هاد الحليب الغبره باش كيعقد لينا هاد سميتو هاد الخليط ديال لاشونتي مع الحليب. وطبعا كنزيدو هادي باش كتعطينا نكهه اكثر، واللي بغى يعمل النكهه ديال الفريز حتى هي تجي مزيانه. هنا كيف كتشوفوا معايا ملي تنوصل للنص ديال يعني الخليط اللي بدا شويه تيعقد، تنضيفوا داك قلنا جوج معالق كبار ونص حتى لثلاثه ديال هذا الحليب غبره، اي نوعيه عندكم ديروها. وغادي نزيد هاد الفلون وغادي نولي عاوتاني غادي نخلط. هانتوما كيف كتشوفوا يا البنات لاموس ديالنا كيف جات بعد ما تخفقيها مزيان. شوفوا كتولي هي ماشي بحال لاكريم شونتي، هي كتبقى هكذا شويه خفيفه حيت هي اون موس، فهمتوا؟ فاش غادي تدخل غتولي اون كلاص. الوغ هنايا انا فضلت نعمل ما بغيتش ندير هذا، خفتو لا يسيح لي وما بغيتش ندير فيلم اليمونتير، فضلت نعمل هذا الشكل هذا زويون. شفتوا هذا المول هذا ديال السيليكون، وانتوما طبعا ديروا اللي بغيتوا. انا غادي ندير هنا دوك لي بيبيت دو شوكولا، راهم حتى هما باردين. صافي وغادي نخلط واحد التخليطه. صافي غادي نفرغ الكميه عندي هنايا في لو مول. بسم الله
ضروري ندير واحد لو بول هكا من تحت باش يشد لنا مزيان. بسم الله غادي نفرغ هاد الكميه هادي ان شاء الله تقدني، حيت مازال غادي يدخل للثلاجه وغادي يبرد. هكا نحطو هذاك، نوزعو دوك لي بيبيت باردين. صافي، علاش قلت لكم خصنا نديرو شي سيبو هكا من التحت باش ما يتكفحش لينا او هذا لا غلاس. صافي، انا غادي نكبها هنايا كامل. صافي، وغادي نوضعها في المجمد. على الاقل غادي تخليوها 6 سوايع فما فوق. انا دابا مشى الحال باش غادي نتناولوها اليوم، حيت دابا هذه العشيه غادي نخليها ليله كامله حتى تشد راسها شويه، عاد ديك الساعه نعمل ليها الفيلم باش ما تاخذ ليش الريحه ديال الثلاجه. صافي، هذا ما كان. غادي ناخذ الورق. صافي، غادي نمسح هاد الجوانب هادو. دابا ما نديرها لا فيلم لا والو حتى نحس بها بردات شي شويه، ديك الساعات غادي هكا نحاولوا نقادوها. دابا تهبط. صافي، وغادي ندخلها بهذه الطريقه هذه، غادي ندخلها للثلاجه. صافي، وتبرد، وغادي نتلاقاو ان شاء الله بعد ما تبرد لينا. ضروري ما نخليوها واحد ليله كامله تقريبا. ها انتما يا البنات، بعد ما تايبات ليله كامله هاد لاكلاص. صافي، وكنت انا ديجا كيف قلت لكم درت له الفيلم اليمونتير هكذا باش ما تدخلوش الريحه. تنزلو له دابا هاد لو بون. صافي، مابقاش عندنا بهم الغرض. شفتوا راه ها انتما راه قصاح، شفتوا. صافي، غادي نحاول انني نفكو. علاش هاد سميتو هاد لي مول ديال لي سيليكون. شوفوا كيفاش كيجي، شفتوا كيفاش كيتحيد بكل سهوله. بسم الله. صافي، وغادي نحطو نقلبو هنايا. صافي، على هاد الشكل هذا. بسم الله، شوفوا نحيدوها بلاتي. هذا راه بارد زويون، شوفوا كيشد الفورما. نحيدو هذا غير بشويه. هذا دابا اليوم الصلت كيف جا، شفتو رائع من جد. وهذاك لي بيبيت دو شوكولا عطاه واحد المنظر رائع. شوفوا، نقرب لكم باش تشوفوا. هكا شفتو، عطاه واحد المنظر رائع، يعني ما نحتاجوش نزوقوه من الفوق. الا كانت عندكم هذيك بحال لو سيغو ديال لي فرومبواز اولا ديال لي فريز ممكن انكم تزوقوه، ولكن ما يحتاج. هانتوما كيف كتشوفوا تيجي زويون. دابا غادي نقطع لكم واحد المورسو باش تشوفوا. هذا يا البنات كيجي بحال اون طارت كلاصي. بسم الله. هانتوما يا البنات، قطعت طريفات هكا وعملتهم في هاد لي كوب ديال الاونوكس، اولا نتوما ديروا ديال الزاج. كيجي زويون هكذا يبرد علينا، اولا نتوما لا بغيتو عاوتاني كديروا هكذا في الاطباق ديالكم اللي عجبكم. ترى كيجي سو فورم دو طارت. نتوما اليوم الصاه ديال البنات غادي دغيا غادي يذوب، غادي نقطع معكم البنات. نتمنى ان شاء الله الفكره ديال اليوم تكون نالت رضاكم وعجبتكم، وان شاء الله توجدوا هاد لاكلاص للمالين الدار ديالكم والافراد الاسره. ونتمنى لكم ان شاء الله شهيه طيبه وبسلامه عليكم ومح عليكم، وان شاء الله غادي تجربوه وتردوا عليا الخبر. يلا بسلامه عليكم، ما تنساوش تلايكيو عليه، وما تنساوش ايضا تصابوني في القناه ديالي باش يوصلكم مني دائما الجديد.